لروح غابت عنها غدرا رفعت هذه الأم صوتها بالدعاء، فابنها تقي الدين الحذيفي يرقد هنا شهيدا بجانب وائل العبسي وسعد النظاري. رائحة الموت تفوح من هذه الأرض المشبعة بها، والدموع لا تكفي لغسل أرض تعز من دماء تسيل بها كل يوم. الدماء أيضا لا تكفي لعتق المدينة المحاصرة من عبث ميليشيا الحوثي والمخلوع بها. جثامين المصورين الصحفيين تحمل هنا على الأكتاف حين عجزت الأرض عن حملهم، كما عجزت كاميراتهم عن الصمود أمام قذائف الميليشيا التي قامت بأخذ أرواحهم عقابا لهم لتوثيق لحظات كانت فارقة للضحايا والمدينة المدمرة بفعل رصاصاتهم وقذائفهم. اعتاد الوقوف خلف عدسة الكاميرا للتوثيق في وقت لم تستطع بها كاميرات أخرى الوصول هنا لنقل ما يحدث من جرائم مكررة ومستمرة للعالم. واليوم ها هي الكاميرات نفسها تلتقط لهم الصور حين أصبحوا شهداءها وصاروا هم الضحايا. هنا تكافئ تعز أبناءها بالاحتشاد حتى إن غابوا عنها. جمع غفير حضروا لتشييع ثلاثة ممن كانوا ينقلون معاناتهم للعالم، مدركين بأن عليهم مبادلة الوفاء بالوفاء وإن كان بالوداع الأخير. لا تسقط الحقيقة حين تدفن أعينها تحت الأرض، ولا تغيب الصورة حين يموت من يلتقطها.